أنا على المستوى الشخصي اشتغلت في 6 قنوات فضائية على مدى 17 سنة تقريبا الماضية. كل القنوات اللي أنا اشتغلت فيها من النادر أن تشاهد المواطن. صحيح. المواطن وهي كلها قنوات خارج البلد. من النادر أن تشاهد المواطن اليوم في القنوات السعودية. صح. كله سعودي. صحيح. كله سعودي. مهم جدا. مهم. هذا اللي أنا بركز عليه. كلام ومحترفين. كلام أستاذ تركي جميل إنه فعلا ترى الأستاذ تركي آل الشيخ قبل ما يتولى قيادة المنظومة الرياضية ما كان يعرف رجا السلمي ولا وليد الفرج، يعرفهم كأسماء كقامات، ولكن جلس فترة حتى صنع أو بنى القرار السليم. بدأ بالدكتور رجا السلمي اللي أنا أرى أنه فعلا أستاذ الإعلاميين الرياضيين ويستحق بجدارة، والله الأمان الرجل يستحق أنه رئيس اتحاد الإعلام الرياضي، ورجل بالفعل يعرف ما يحتاج الإعلام الرياضي. صحيح. ومع ذلك انتقل، هذا اللي نسميه الإعلام الرسمي بقيادة الدكتور رجا. جاء الإعلام الرياضي قرب منه أكثر من زميل، عرف منهم وعرف مهنيتهم وعرف بالفعل غيرتهم على الوطن، سواء أستاذ تركي العجمة، بتال القوس، وليد الفراج، فوضع كلهم في مكانها الطبيعي. تركي العجمة يعني كل هذا استثمار في أبناء الوطن. صحيح. زي ما قلت أستاذ طارق إنه بالفعل يا جماعة كانوا في القنوات المشتتين. صحيح. وقال بالفعل فيصل إنه الآن أصبحنا المشاهد السعودي يرى قناة الوطن، كل المميزين، كل من يملك القدرة على الإعداد، على التقديم، على الحوار، الآن تشاهدهم في قناة الوطن. الطموح كبير. الآن الكرة في مرمى الزملاء، أستاذ تركي العجمة، أستاذ وليد، إنه إن شاء الله نشاهد يعني منتج جميل القنوات الرياضية بقدر الطموح، طموح تركي آل الشيخ، طموح كل الرياضيين، نجعل الريموت دائما في يد المشاهد، لا يشاهد القناة الرياضية السعودية بإذن الله. أبو تركي بس عشان بس بالمناسبة بس أبغى أذكر بس المشاهد الكريم، إحنا اليوم عندنا سحب على سيارة أدعم ناديك إن شاء الله تعالى، حنسحب قبل الساعة 12 بإذن الله تعالى سيارة مقدمة. يعني أن نسحب لنا، لا لا أنت مساهم في أدعم ناديك، مشترك؟ هي أنا مساهم. معي نادي أدعم قناة رياضية مساهم. والله أحسب فيه سحب على سيارة. نقلبه كذا هزار؟ لا نقلبه جد على أمرك. هزار؟ جد جدا. طيب احنا اليوم عندنا سحب على سيارة ان شاء الله تعالى قبل